وللحديث عن التطورات في غزة وسط استمرار المجازر وحصار المستشفيات ينضم إلينا من بيروت عبر الهاتف مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، وعبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي والقانوني الدكتور وسام عطلة. حياكم الله ضيفي الكريمين. لعلي أبتدئ معك دكتور وسام، يعني منظمة أطباء بلا حدود تشارك وزارة الصحة في غزة والمنظمات الطبية أيضا قلقها من الاستهداف المباشر وحصار مجمع ناصر، كيف تقرأ اليوم استمرار الاحتلال باستهداف المشافي رغم كل تلك التحذيرات؟ نعم، لا زالت الحرب في يومها 38 بعد المئة في استمرارا لمجازر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية. لا زالت إسرائيل تصر على استهداف المستشفيات والمرافق الصحية جميعها، أكثر من 33 مستشفى ما بين قطاع خاص وحكومي تم إخراجهم عن الخدمة نهائيا، ناهيك عن المراكز الصحية التي ترعى الرعاية الأولية الأمومة والطفولة. جميع يعني منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وكل من له علاقة بالصحة العالمية وأطباء العالم كلهم حذروا من إمعان إسرائيل في إخراج المستشفيات عن الخدمة. إسرائيل تتعمد إخراج المستشفيات عن الخدمة دفعا للضغط على المواطنين للتهجير ولترك أراضيهم وترك بيوتهم وترك المناطق التي ينزحون إليها، علما أن المستشفيات في غزة ليست فقط في هذه الحرب مراكز طبية وصحية وعلاجية، وإنما مأوى للنازحين الذين قصفت بيوتهم ودمرت أحياؤهم وتم تدمير كل مرافق الحياة اليومية في قطاع غزة، كل يعني إعدام كل هذه الحياة اليومية لأهالي سكان قطاع غزة هو يدفعهم وبشكل يعني إجباري لترك بيوتهم ومنازلهم ومناطقهم. هذا السيناريو تكرر في كل أنحاء قطاع غزة، في محافظة شمال غزة في بداية الحرب، ثم غزة، ثم محافظة الوسطى، ثم خان يونس الآن، علما أنه مجمع ناصر الطبي هو ثاني أكبر مجمع في قطاع غزة من حيث يعني عدد الأسرة والعناية المركزة والتخصصات الدقيقة التي توجد بداخله. للأسف تم إخراجه عن الخدمة واعتقال الكوادر الطبية، ويعني قام أحد الضباط الإسرائيليين بالصعود إلى دبابته ونادى أكرمكم الله اخرجوا أيها الحيوانات، ينادي على الكوادر الطبية. لا يوجد قانون دولي ولا قانون دولي إنساني ولا أعراف دولية تجيز ما تفعله إسرائيل بحق المنظومة الصحية وكل منظومة يعني الحياة اليومية من ناحية بلديات، اتصالات، الشوارع، الطرق، الأراضي الزراعية، كل شيء تم تدميره، آبار المياه لم يتركوا شيئا صالح للحياة في غزة. هم يريدوا من غزة أرض محروقة، باعتقادي أن يعني كما قال سموتريش سندفع سكان غزة إلى التهجير الطوعي. إسرائيل ترتكب ولا زالت ترتكب مجازر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، علما أن استهداف المستشفيات وفق اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة لها هي محمية بموجب هذه الاتفاقيات، وأن أي اعتداء على المرافق الصحية يدخل في ما يعتبر جرائم حرب، ومحكمة الجنايات الدولية مختصة بنظر جرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وكل هذه الجرائم التي ذكرناها ترتكبها إسرائيل ليلا ونهارا في كل وقت وكل لحظة. لا زالت إسرائيل حتى بعد صدور قرارات مهمة من محكمة العدل الدولية، لا زالت إسرائيل تمعن في إجرامها، تمعن في مجازرها، تمعن في التهجير القسري، تمعن في استهداف المستشفيات، تمعن في كل شيء ينال من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني على طيب. أرضه. أستاذ حسان، أهلا بك بداية. يعني ما قيمة هذه الدعوات لإقامة دولة فلسطينية من قبل الولايات المتحدة في ظل هذا التصعيد والوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة عموما وفي الجنوب خصوصا؟ في
الواقع المعركة الآن هي مع الولايات المتحدة الأمريكية وليست مع إسرائيل. إسرائيل هي أداة تنفيذية، إنما هذه السياسة الإجرامية إنما رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي التي تقدم الدعم المالي والسلاح وحتى الغطاء السياسي. ووزير خارجية أمريكا يجول في دول العالم ناطقا باسم إسرائيل، مدافعا عنها ومحاولا حماية علاقات إسرائيل مع الدول الغربية ومع الدول العربية التي بدأت تتململ من هذه السياسة الإجرامية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي وهذه الحكومة الإسرائيلية. ولكن الولايات المتحدة مسؤولة مباشرة عن كل ما يجري، وحق النقد الفيتو الذي استعملته في المجلس الأمن ورفضها لوقف إطلاق النار حتى لأسباب إنسانية يؤكد أن الإجرام الأمريكي يتجلى من خلال الممارسات الصهيونية الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا. هذا الإجرام المطلوب منه حل الدولتين كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على طريقتها بالشكل التي تراه مناسبا لخدمة إسرائيل واستقرار إسرائيل، وأن تبقى إسرائيل جسما مقبولا في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي. وهذا لن يحدث أبدا، لأن هذا الإجرام راسخ في ذهننا جميعا في كافة دولنا وبين شعوبنا، وهذا الكيان الغاصب لن يستمر في الاستقرار، لأن التطرف الصهيوني الذي نشهده الآن أيقظ الحس الإسلامي والحس العربي لدى شعوبنا، وهي جميعها الآن تنتفض ضد هذا الكيان، ضد وجوده، ضد دوره، ضد إجرامه، وتعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية المسؤول المباشر عن كافة ما يجري من إجرام تمارسه إسرائيل على الأرض الفلسطينية. طيب أستاذ حسن، ما الذي يعنيه برأيك بهذا التوقيت تصويت الكنيسة على اقتراح الحكومة بعدم الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية؟ يعني إلى ماذا ترمي هذه الخطوة وسط الدعم الأمريكي الدافع لهذه الخطوة دوليا لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط؟ إذا انتبهنا للمفردة التي ذكرتها وهي الاعتراف الأحادي، بمعنى أن إسرائيل تصاعد سياسيا بحيث تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط باتجاه وصف شكل هذه الدولة، كيف تكون هذه الدولة، حجم هذه الدولة، على أين تقع هذه الدولة، بحيث تصبح مادة للمساومة. لأن الاعتراف الأحادي أمر غير مقبول، لذلك علينا الاعتراف الثنائي، اعتراف متبادل ما بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. لذلك ترك هناك قطبة مقبولة لمعالجتها على الطريقة الأمريكية، بحيث تكون الدولة الفلسطينية مستقبلا في حال تم إنشاؤها منزوعة السلاح، عديمة السيادة، خاضعة للسلطة الإسرائيلية كما كان وضع غزة والضفة الغربية، بحيث كل شيء يجب أن يمر عبر المعابر الإسرائيلية، الإعمار عبر المعابر الإسرائيلية، المساعدات عبر المعابر الإسرائيلية، المالية أيضا كانت بيد إسرائيل وهي التي تمول السلطة الفلسطينية عندما تريد وساعة تشاء. فإذا هذه المفردة التي استخدمها الكنيسة الإسرائيلية هي ورقة وضعت بيد الولايات المتحدة الأمريكية لتمارس بها ضغطا على الدول العربية وعلى الفلسطينيين بالتحديد للقبول بالشكل الذي تراه أمريكا مناسبا لخدمة إسرائيل، وبالتالي تقبل به إسرائيل إرضاء الولايات المتحدة. ولكن المشروع بكامله هو مشروع أمريكي، أمريكا تريد إسرائيل جسما مقبولا في المنطقة، وبالتالي الضغط على الفلسطينيين لإنهاء القضية الفلسطينية، للقضاء على هذه القضية التي تشكل مخرزا في استقرار هذا الكيان، وربما هذا ما يفسر البقاء على أرضنا العربية. ولربما هذا ما يفسر استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو بمجلس الأمن. نعم، هذا حق النقد هو للضغط، مزيد من الضغط على الفلسطينيين، مزيد من الضغط على العالم العربي. ولكن لابد من أن تتحرك هذه الدول أيضا، خاصة الدول التي وقعت اتفاقات مع إسرائيل واتفاقات التطبيع وتبادلت سفراء. يجب أن تسحب سفراءها كما سحبت البرازيل سفيرها، يجب أن توقف التنفيذ هذه الاتفاقات، لأن ما يجري أمر غير مقبول. نحن شعب واحد، نحن معاناتنا واحدة، ولا يمكن أن نرضى بأن نستمر في مشاهدة هذا الإجرام المتمادي، وبالتالي نسمع شكاوى واستنكارات وإدانات وبيانات لا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني. الاستنكارات والإدانات أمر غير مقبول، لم يعد مقبولا. هذا الدم الذي يسيل بغزارة، هذا التدمير المنهجي لوطن، غزة هي وطن يتم تدميرها. الإجرام في الضفة الغربية يسير بوتيرة يومية، يوميا هناك اقتحامات وقتل في المخيمات وفي المدن والقرى الفلسطينية، قتل بدم بارد ودون مساءل ودون محاسبة. القانون الدولي وضع لخدمة الكبار فقط، أما الصغار فهم يحاسبون على كل شيء، أما الكبار فهم يقررون ما هو
ضد حقوق الإنسان وما هو مع حقوق الإنسان. لذلك طيب يجب على الدول العربية أن تقطع علاقاتها، أن تسحب سفرائها، وأن توقف طيب عملية التطبيع فورا، أتوجه لأنه لم نعم يعد مقبولا ما يجري. أتوجه بسؤال هنا للدكتور وسام، يعني في ذات الوقت ما أهمية الجلسات المتتابعة في محكمة العدل الدولية، وإن كانت هذه يعني الجلسات والاستماعات غير ملزمة بمناقشة الآثار السلبية للاحتلال على الفلسطينيين، وأيضا يعني رأيها لربما استشاري، ما أهميتها في هذا التوقيت؟ كل خطوة تتم على مستوى المنظومات والمنظمات الدولية هي خطوة مهمة ومتقدمة وتاريخية باعتقادي لصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. اليوم منذ يوم الاثنين 19 فبراير الحالي وحتى تاريخ 26 من ذات الشهر تنعقد محكمة العدل الدولية بجلسات استشارية للخروج بفتوى قانونية ورأي استشاري بتداعيات انتهاك إسرائيل لكل أحكام القوانين الدولية وعدم تنفيذ القرارات الأممية كقوة احتلالية على مدار 6 عقود للضفة الغربية وقطاع غزة. بالمناسبة الذي طلب عقد هذه الجلسة هي الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ شهر ديسمبر للعام 2022 العام المنصرم، وهي تطلب وتقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للخروج برأي استشاري. وأزيدك أن الدول التي تقدمت بطلبات للمرافعة الشفوية وتقديم يعني دلائل وبينات ومرافعات ضد إسرائيل 52 دولة، وهذا أعلى رقم يتم تحقيقه في محكمة العدل الدولية منذ إنشائها عام 1946. أن تقوم 52 دولة يعني بالإدلاء بآرائها ومرافعاتها ضد إسرائيل التي تعتبر نفسها مظلومة ولها حق الدفاع عن النفس وتعتبر نفسها دولة كاملة السيادة وأنه لديها حصانة مطلقة ولديها أمريكا نعم والزيت نعم أستاذ وسام، ولكن على أرض الواقع لا يوجد هناك قطع للعلاقات لربما الدبلوماسية، لا يوجد هناك قطع للإمدادات لهذا الجسر الجوي اللوجستي، قطع للدعم السياسي، يعني لم تخرج عن نطاق لربما النصر المعنوي إن صح التعبير، خاصة كما تعلم يعني هناك كان توصيات من قبل محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ملزمة برفع تقرير خلال مدة أقصاها شهر لمحكمة العدل الدولية تبين به ما هي الإجراءات التي اتخذتها، ولكن تبدو إسرائيل حتى الآن غير آبها بهذه الإجراءات وهذه التوصيات. أنا لدي نظرة عكسية بما تفضلت. ماذا لو قبلت محكمة العدل الدولية مرافعة إسرائيل بعدم اختصاصها بنظر الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا وهي دعوة انتهاك أحكام الإبادة الجماعية؟ إسرائيل كانت تتبجح وتقول لجميع الأطراف أن لديها على الأقل 50% زائد واحد من القضاة سيصوتون ضد دعوة جنوب أفريقيا. بالعكس، نحن كفلسطينيين حصلنا على إجماع القضاة والقرارات الستة مهمة ومهمة جدا، وأزيدك أن أهميتها تكمن في ديباجة وحيثيات أي قرار أي دعوة قضائية يتم رفعها لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية الأوروبية والغربية بشكل عام، حيث يتم الاستناد في الدعاوى إلى قرارات محكمة العدل الدولية. نحن اليوم الذي يتكلم عنا ليس فصيل فلسطيني ولا الشعب الفلسطيني ولا السلطة الوطنية ولا أي دولة عربية، الذي يتكلم عن الشعب الفلسطيني اليوم هي أعلى هيئة قضائية دولية وتمثل جهاز القضايا الرئيس الأمم المتحدة. باعتقادي أن هذا موقف متقدم جدا. نحن على مدار التاريخ لم نحصل على هكذا تأييد، وللعلم لأول مرة أساسا تمثل دولة في العالم بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. وللعلم أن الذي صاغ مصطلح يعني مفهوم الإبادة الجماعية هو قانوني يهودي من أصل بولندي، على اعتبار أنهم نجوا من النازية الألمانية
ولا يريد أن يخضع يعني أن يتعرض أحد لنازية جديدة، فوضعوا تعريف قانوني للإبادة الجماعية وأتوا بكل دول العالم لتوقع على أحكام هذه الاتفاقية. وإذا بالتاريخ والسنين تمضي وبعد 75 سنة تجلس إسرائيل أمام 15 قاضيا ولا تستطيع إقناعهم أنها لا ترتكب إبادة جماعية، بل على العكس القاضي الصهيوني صوت لصالح قرار منع التحريض على الإبادة الجماعية وقرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية. وإن كانت إسرائيل لا تلتزم بالقرارات لحتى الآن، لكننا نراكم الخطوة تلو الخطوة والنقطة تلو النقطة. نحن لم يكن لنا صوت دولي يدافع عنا. اليوم في قضاء في المحكمة، اليوم محكمة العدل الدولية برأيها الاستشاري مهم جدا. إذن شكرا جزيلا لك، عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي والقانوني دكتور وسام عطلة، كما أشكر ضيفي من بيروت عبر سكايب أيضا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. شكرا لكما ضيفي الكريمين.